لسه مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا من جمهور الثالثة. تعالوا نشوف لقاءات ما بعد مباراة المصري ونهضة بركان. بشكر ربنا سبحانه وتعالى النهارده على المكسب، مكسب مهم جدا. بشكر اللعيبه الرجاله، لعيبه رجاله جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيل بصراحه. يعني اللعيبه دي بتلعب مش عايز اقول بدون اي حاجه، لكن يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى، بشكر اللعيبه. الماتش كان صعب بالنسبه لنا، ان شاء الله بنحاول نفرح الناس اللي معانا، جمهور بورسعيد اللي واقف في ظهرنا، ومعانا طبعا الجهاز الفني. في مشاكل كتير بتحصل معانا، لكن محدش بيطلع يتكلم علشان مقدرين النادي، لكن احنا طبعا زي ما بقول لك احنا رجاله، وربنا يكرمنا ان شاء الله نرجع بالمكسب من المغرب ان شاء الله. هو ده شغلنا الشاغل بصراحه، يعني جمهورنا، يعني الناس بتتعب بتيجي من اخر الدنيا وفي رمضان، يعني هو ده شغلنا زي ما بقول لك الشاغل. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله، هنروح نقاتل في المغرب ان شاء الله ونرجع بالمكسب باذن الله. طبعا الحمد لله، طبعا مبروك للنادي المصري ومبروك لجماهيره. لسه في مباراه هناك، بس النهارده لازم نقول مبروك. النهارده بتلعب 8 لعيبه، احنا جهزنا لكل حاجه الا السيناريو ده. السيناريو ده مش مجهزين له خالص. طبعا الحكم جاي علينا من اول الماتش، زي ما انت شايف طرد وفاولات وحاجات كتيره، لكن ربنا كبير الحمد لله. اللعيبه دي لعيبه، الواحد لعب مع لعيبه محترمه، لعيبه رجاله، لعيبه تستاهل كل خير. ما حبوش الناس دي تروح زعلانه، الحمد لله كانوا بيقاتلوا، واتكلمت وانا لميتهم في الملعب وقلت لهم هنقاتل وهنكسب ان شاء الله، والحمد لله قدرنا نكسب كمان. يعني انت كنت بتدور تحافظ على الواحد واحد، لكن قدرت الحمد لله انت تجيب الثاني. الحمد لله طبعا مكسب مهم في وقت مهم. النادي المصري كبير، محتاج يعني محتاج حوافز اكتر ومحتاج كل حاجه.